بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. ومحاضرة لطلابنا الأعزاء في مادة نظريات المونتاج من المرحلة الثانية فرعي المونتاج والإخراج في كلية الفيلم الجميع بجامعة بغداد. نأمل أنه نحقق نوع من التواصل بعد أن ألقينا محاضرات في الصف بداخل الجامعة بكلية الفنون. كانوا طلاب يمكن نظرية التلقين أو التعليم عبر التلقين والسبورة أمامهم ورسومات اللي طرحناها للطلاب، أعتقد كان يعني نوع إلى حد ما من الفهم بمحاضرة حول مفهوم المونتاج. يعني يكرر للطلاب اللي فاتهم ما هو المونتاج، ما هو يعني قبل ما تدخل أنت في نظريات المونتاج، هذه النظريات اللي حقيقة معنية يتعاطى مع كبار المخرجين من السينما. يعني مو أي شخص هو قادر أنه يهضم النظرية المونتاجية وهو لا يعي ولا يعرف من مونتاج. يعني أنت الآن مسألة بسيطة ربما تتعرض لها حضرتك، أنه يعني شو اسم مونتاج، ما هي مفردة مونتاج، من أين أتت هذه الكلمة، هي بالأصل فرنسية، يعني ماذا تعني إيديتينج، إحنا نسميها كتر برات يعني الكتر هي جاي من قطع هذا الفيلم. على سبيل المثال الآن هذا قدامكم، شوف راح نقطع هذه الطريقة أول مرة، أكو طريقة للصوت وهذه الطريقة هو للفيلم، أنه إحنا الآن قطعناه. نجي بعدين نوضع على هذه الثقوب اللي هنا، يعني عملية لحم نقدر غير فيلم آخر نركبه وياه، وهكذا تتم العملية. تيب سبلايزر أكو موجود يلصق به، وبالتالي تكون العملية هي أكثر تنظيم. لاحظ عملية اللصق هكذا، ومن ثم تتم هذه العملية حتى تقطع التيب سبلايزر. تتم العملية أنه يقطع التيب سبلايزر وهكذا. العملية يعني كما تشاهدون كيف أنه نقدر يتركب على هذه الأسنان وهذه الثقوب، وهذه عملية يعني كانت معقدة جدا بالنسبة إلى الفريمات، فما بالك مع أفلام آلاف الأقتام من الأشرطة السينمائية. قبل كان التصوير ما كان اكو فيلم ديجيتال، كان اكو فيلم كيميكال. هذا هو الفيلم الكيميكال اللي هو السينمائي اللي هو 35 ملم الان امامكم اللي تشوفونه، كان هذا التصوير. الان نصور احنا على اكسترنال هارد او نصور على ربما اس دي، ممكن نصور الكاميرا تصور حضراتكم اس دي، صور على اكسترنال هارد في ان واحد، ممكن نصور على هاردات خاصه اكثر امانا. يعني العمليات تطورت بعد دخول الديجيتال والنانو تكنولوجي، الان لعب دوره ايضا وحقق كثير من المزايا المونتاج. اتمنى من طلابي انه يعون انه المونتاج هو ما نشا مع نشوء السينما، بدات السينما بوجود شركه اسمها كوداك، انتجت هذا الفيلم اللي قابل للطي. بعد ما كان الفيلم عباره عن احنا نسميه بالعراق جامع، كان يعني صلب غير قابل له، فكانت صوره عندما اصبح قابليه على اصبح الموشن بيكتشر، يعني عمليه تصوير اكثر من صوره في الثانيه الواحده اللي هو الاف بي اس فريم بير سكند، يعني احنا نسميه بالمصطلح السينمائي انها نصور 24 صوره بالثانيه الواحده. طبعا بالتلفزيون 25 صوره، والنظام الامريكي الام تي اس اللي هو 29 وكسور، يعني ما يقارب 30. وهناك نظام ايضا اخر اللي هو البال والسيجار، كلها له انظمته الخاصه. طبعا انت عليك ان تعي اولا انه انت الان تصور على مبدا تصوير بروفيشنال، يعني مو تصوير هاوي فقط، ان يكون مثلا 4K تصور او 8K او الان اكو يعني 16K كاميرات تصور بهذا النوع من الافلام. Took approximately 6 months to be rendered. This is most likely due to all the complicated action scenes. اتمنى من طلابي انه يكون لهم يعني مبدا في العمل السينمائي، انه يتعاملون باحترافيه، ما يعني يروحون على المونتاج. والله احنا شاهدنا بعض الاخوان صوروا بموبايل على سبيل المثال، منتج الفيلم مات بموبايل او منتج
بعض النشاطات الخاصة بمؤسسات مجتمع مدني وما إلى ذلك. لا، احنا نتحدث الآن عن أفلام سينمائية، دراما، أفلام روائية، الفيكشن الخاصة، هذه الأفلام العملاقة اللي حققت إيرادات خيالية. يعني أنت الآن مطلوب من عندك أن تسوي فيلم تخلي المتلقي يدفع $10 يشاهد هذا الفيلم. احنا ما معقول نسوي أفلام فقط للمهرجانات، يأتي بمجموعة من البيبي وورك اللي هم يعني هواة، يعني ما يمكن يكون خبرة وندخلهم مهرجانات، والله أخذ جائزة مهرجان الفلاني. ما قيمة المهرجان الفيلم لم يحقق أي إيرادات؟ نحن نتحدث عن أفلام تحقق إيرادات هائلة، وهذا هو الهدف من تأسيس هذا القسم، أنه إحنا نخرج دفعات من صناع الأفلام على مستوى احترافي وليس مستوى هواة. فلذلك أن تكون أنت مونتير محترف، غير أن تكون مونتير هاوي أنه تعرف المونتاج وتعرف ما يقوم به المونتاج، هذا شيء. وشيء أنه أنت تقعد على المفيولة، الكاميرا الآن خلفي، الآن الكمبيوتر، أنا منتج بنفسي، أريد تكونوا أنتم أحسن من عبد الباسط، أنت منتج الفيلم بنفسك. هاي المفيولة اللي هي منتج كل الأفلام بالكمبيوتر، هذا الكمبيوتر البسيط، أنا حاسبتي الآن هي بسيطة تعتبر كوراي 7 ولو، لكن ممكن أكون يكون حاسبات أكثر، هل ديوتي تكون حاسبات سوبر كمبيوتر منتج بها على مستوى أفلام عالمية عملاقة. هذا المونتاج يعني لا يكفي أنه أنت تقرأ النظريات السينمائية ولا تكون قادر على فهم المونتاج، يعني ما قيمة أنه تعرف أنت نظريات السينما وغير قادر أن تطبقها على فيلمك في مونتاج. يعني غرفة المونتاجية ستكون الفيصل في أنه أنت قادر أن تحقق أفلام ناجحة أم أنك مجرد هاوي أو راغب أنه أو تسمع هذه الأفلام. أنا أدعوكم أنه تسوون تجارب بأفلامكم، أدعوكم أنه بعد ما تحولت هذه المعضلة اللي كانت في السابق، يعني تتركب الفيلم تمنتجه حتى تقطعه، هذا كتر وبعدين تجي تلصقه من خلال تيب سبلايزر، وهذا انتهت الآن. الآن دخل عالم الديجيتال اللي أي إنسان الآن ممكن من خلال حاسبته أن يمنتج. يعني تشتري لك حاسبة بسيطة الآن، ممكن تشتريها من أمام شارع الصناعة في بغداد، وتشتري حاسبة على سبيل المثال كور اي 7 بمبلغ لا يتجاوز $600، خلي تكون مثلا زين الرام مالته شوية، كارت الشاشة شوية يكون ممتاز، ممكن تنتج أفلام تبيعها أو تحقق من عندها إذا كنت مونتير ناجح. بل إن القنوات الفضائية والمؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الاحترافية هي يعني تتلاقفك من أول يوم تتأكد أنه أنت مونتير ناجح. فالمونتير للأسف عندنا في العراق يعني ما أخذ حصته بالشكل الأمثل، لأنه يعني الأغلب يتجهون إلى عالم الإخراج، يعتقدون أنه الإخراج هو أهم من المونتاج، بالوقت أننا نلاحظ أن أغلب المونتيرين هم أكثر يعني ثراء وأكثر يعني سمعة ومطلوبين أكثر حتى في العالم. لأن أنا أي كل ما الهب ودب يقول أنا مخرج وأنا أستطيع أن أصنع فيلم، لكن في غرفة المونتاج لا يمكن أي شخص إلا المونتير. لذلك أدعو طلابي أن تكون لهم رؤية ونهوج فكري في أنه يتعامل عمليا مع المونتاج وليس نظريا، أنه أنا قرأت نظرية أيزنشتاين إذا أطبقها وبدوفكن وما إلى ذلك من نظريات. أنا ما قيمة النظريات اللي أنا فهم يعني درستها وتعلمتها وهي غير كافية، ما قيمة أنه أنا عرفت أنه أكو 5 أنواع بالمونتاج وبالقطع أكو أكثر من 10 أنواع وما إلى ذلك من هذه المفردات وهذه المسميات وأنا غير قادر على المونتاج. نريد التطبيق العملي يكون على النظريات اللي راح نتحدث بها، راح ندرس النظريات نتعلمها، بس مثل ما قلت لكم هناك فرق كبير أن تكون أنت محترف عن أن تكون غير محترف. God of Moses is a poor general. To leave him no retreat. Ten times you have seen the miracles of the Lord, and still you have no faith. He's a false prophet who delivers you to death. Stone him! Stone him! No, great one! You cannot reach the fire of God! Your families and your flocks. We must go with old speakers. Go where? To drown in the sea?
How long will the fire hold Pharaoh back? المحترف يتطلب أن يكون واعي ومدرك لشيء اسمه دراما، يعني بناء الدراماتيكس، شلون أنت الشخصيات هذا الكلايمكس شلون تحققه، شلون تبدأ بالبوينت أوف أتاك، بداية الهجوم، نقطة الهجوم شلون تبدأ بها أنت من خلال الفيلم. حتى الفيلم السينمائي هو عملية دراماتيكية بحتة، يعني ما تتصورون أنه المونتير الذي لا يعد دراما يمكن أن يحقق او يمنتج فيلم سينمائي على الاطلاق، هذا شيء لا يمكن ان يكون. لذلك عليك ان تبدا بالدراما، الاعمال الدراميه، ونتحدث عن اعمال دراميه يعني انه تشاهد اولا افلام معلقه المخرجين لازم يشاهدها، مارتن سكورسيزي، جون لاينز، فرانسيس فورد كابولا، ستيفن سبيلبرغ، جورج لوكاس، وهكذا من مخرجين عمالقه. هذول تتعلم اسلوب، يعني انت فيلم من افلام كابولا لنفرض العراب، راح تشوف المونتاج يعني حاله من حالات غريبه، او حتى الافلام اللي البعض يسميها تجاريه، انا ضد هذه التسميه التجاريه. Where'd you come from? Who are you? How'd you get here? Paul! God! Carol! Paul! Paul! God! 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 From me, you bastard. ما هو قيمة الفيلم الغير تجاري اللي لا يحقق إيرادات؟ يعني احنا نتحدث الآن عن أفلام لا يمكن أن تحقق إيرادات ونقول عنها هي غير تجارية. في يوم من الأيام كان يوسف شاهين جالس معي في إحدى الصالات السينما وشاهد فيلم عن العراق، كان اسمه فيلم العاصفة، الممثلة يسرى وبعض الممثلين، يعني همس في أذني، قال لي أن فيلم مثل المصير لا يحقق إيرادات، وفيلم صعيدي رايح جاي لهاني رمزي هذا الممثل المستجد يحقق إيرادات كبيرة. طبعا هذا ليس الخلل يعني بهاني رمزي أو بيوسف شاهين، لا، الخلل بالإنتاج، أنه إن الإنتاج لم يكن مستهدف لشريحة يستهدفها تحديدا يرضيهم. أنا الفيلم عندما أمنتجه وحقق بأهدافي الخاصة دون ما أن أراعي مشاعر المشاهدين، ما ممكن أن يكون فيلم ناجح. لذلك أنت عليك أنه تكون مثل هاني رمزي تحقق فيلم صعيدي رايح جاي، رغم أنه فيلم لا يحمل يعني فلسفة وإشارة ورمز كيوسف شاهين، لكن أنا أعتقد أنه هذا الفيلم نجح أكثر من فيلم يوسف شاهين، بدليل أنه إيراداته استطاعت أن تنتج أفلام أخرى غير هذا الفيلم. فأنت ما قيمة فيلم تنتجه يركن على الرف والميزانية تخلص وتنتهي ولا توجد أي مبالغ لإنتاج فيلم جديد؟ علينا أن ننتج أفلام
قابلة لأنه تحقق أفلام أخرى، نستمر بالإنتاج، منتج الفيلم وانتهى الموضوع. لا، هي صناعة، صناعة تتطلب حقيقة إلى متخصصين. أهم متخصص هو صانع الفيلم، أنا أعتقد الرئيسي اللي هو المخرج، والمخرج الثاني اللي هو المونتير، هذا اللي يصنع الفيلم، ساحر الفيلم، لأنه المونتير حقيقة يستطيع أن يحقق من لا شيء شيء. يعني أنا الآن لدي أصدقاء من خلال يوتيوب يأخذون بعض المشاهد يربطوها ويسوون أفلام وثائقية، والبعض منها سوقت على مستوى، يعني هذا التسويق هو النجاح الحقيقي للصانع. إحنا نريد نخرج من هم يستطيعون أن يسوقون أعمالهم، لا أن تضع على الرف والله بحجة أنهم إحنا منظرين ومفكرين. ما قيمة هذا التفكير وهذا التنظير إن لم يحقق الفضيلة للمجتمع ويحقق الهدف المنشود؟ على الأقل تعبئة مجتمعية، على الأقل نحاول شلون أنه نكسب مجتمعنا، نحافظ عنه، ندافع عنه بعد هاي الهجمات العالمية والأمريكا والاستغراب اللي حدث في الكثير من المؤسسات، أنه شبابنا الآن يشوفهم متغربين ومتأمريكيين ومتعولمين بمفاهيم أخرى بسبب عدم وجود هذه الماكينة الإنتاجية السينمائية الصحيحة. لذلك أدعو كل طلابي أنه تكون لهم حقيقة متابعة جادة بأن ينتجون أفلامهم. خلي ينتج فيلم طول دقيقة ودخل بالموبايل لا بأس، يعرضه على السوشيال ميديا على أصدقائه كتجربة لا بأس. أنت الآن في البيت، إحنا الآن ممكن كورونا ما نقدر نطلع خارج البيت، أدعوهم من خلال المنزل، من خلال حديقة المنزل، من خلال نافذة بالمنزل أصور بعض المشاهد. يعني من داخل ممكن يجوز عندك قطة في المنزل تقدر تصورها، ممكن عندك طفل صغير وما إلى ذلك، تسوي أفلام تنتجها وتحقق بها. هي فكرة أنه أنت إنتاج، هذا الإنتاج بالمرة الأولى قد يكون بمستوى لا يليق ويعني ما نتحدث عنه، لكن هو كفيل بأن ينتج لاحقا أفلام أكثر رزانة وأكثر أهمية ونجاحا. طلابي الأعزاء، طلابي المرحلة الثانية، طلابي بقسم المونتاج والإخراج، أدعوكم إلى مشاهدة أهم الأفلام العالمية، أدعوكم إلى تبني مجموعة. يعني أنا أطلب منكم الآن من كل طالب من الطلاب أن يأتيني بأسماء أفضل 10 مونتيرية في تاريخ السينما العالمية يرسل لي إياها، أو على أقل تقدير كل طالب يعطيني 10 أسماء لمونتيرية، منهم من هوليوود خلي يكونون 5، من أوروبا خلي يكون 2، من العرب خلي يكون 2، ومن العراق خلي يكون على الأقل 2 أو 1. وهكذا أنت راح تكون فاهم إلى مبدأ المونتاج، أنه يكون كل تكريسك وفهمك واهتمامك بقضية هامة جدا هي الفكر المونتاجي، المعنى من المونتاج، ماذا نريد أن نقول بعمليات المونتاج. طبعا أنتوا راح تقعدون على المفيولة الحاسبة، يعني أقصد بها حضراتكم، هي المفيولة أنا بوجهة نظر هي لا تزال مفيولة طالما هي تحقق الإيديتينج، هذا المونتاج أو الكاتينج، تقطيع الصور، إنه قطع الصور. وطالما أنت استطعت أن تنتج بحاسبتك، طالما أنت استطعت أن تولف فيلم من الأفلام، ينبغي أنه تعرض على زملائك على أصدقائك، ينبغي أنه تكون أنت أيضا مدرك لجماليات في ضيات الفيلم يحققها المونتاج. شلون أنا أحقق من ضيات الفيلم هذا الجماليات؟ يعني أنت راح تدرس هاي النظريات، أنا أعطيك إياها إن شاء الله، وهي موجودة يعني أكثر من كتاب، حتى في هذا الكتاب اللي هو لغة الفوتوغراف أنا يعني تحدثت عن المونتاج من فترة طويلة. يعني أردت أنه في صفحة 240 طلعون عليها كتاب، وحتى في كتاب آخر أيضا إلي، وبمناسبة أنها عديت كتاب للمادة، يعني إن شاء الله يوصلكم بأقرب فرصة، بس إن شاء الله نعود بعد كورونا إلى المقاعد الدراسية في الكلية وفي الجامعة، تحصلون على نسخة من هذا الكتاب اللي هو حقيقة يتضمن أغلب النظريات المونتاجية يعني منذ نشأتها. لأننا قلنا أنه الأفلام قبل المونتاج كانت على الستابسبلايزر، كانت هذا الآلة اللي هي، وكانت المفيولة من خلالها شاهد الفيلم، والمفيولة هي كانت حقيقة إضافة إلى هذا، كان أكو بيها شاشة تشوف قبل ما تربط الفيلم، تتأكد منه، ممكن تربط تيب برايمري ومن ثم يكون بعدها لصق ثاني آخر للمونتاج الفيلمي. لذلك قضية هامة جدا مفاهيم المونتاج، مثلا المونتاج
المتوالي ما هو؟ المتتالي، المتوازي، ماذا نعني بالتقطيع مثلا متري، او مثلا ماذا نقطع بالتقطيع الرمزي او الصوري، وماذا نقطع الصوت، شلون احنا الصوت نقدر نضبطه، عمليات الفلتر الصوتيه، عمليات اخرى كثيره انت معني بها بالمونتاج، الترانزيشن هذا هل هو صالح انه تستخدم مثلا في ربط لقطه الى اخرى؟ كل هاي الامور ما ممكن تتعلمها الا في التطبيق العملي، لذلك ستكون انها محاضرات يعني عمليه وليس نظريه، انا احاول وجود الامكان ايضا من خلال الحاسبه هاي اوضح لكم بعض الامور وتفاصيل لهذه المفردات او المسميات اللي اطلقها في نظريات المونتاج، كانت الاهداف هي اقتصاديه اكثر مما هي يصورها البعض الجماليه، يعني على سبيل المثال كان المشهد اللي استغرق مثلا 20 يوم تصويره ب مجموعة من الكومبارس اللي هم يطلب مثلا على سبيل المثال 100 شخص كومبارس، كل شخص يحتاج 10 دولار وحسبها على في 100 يعني تطلع مبالغ كثيرة جدا، لذلك عندما اختزلوها بيوم او يومين عن طريق يعني حجم اخر ياخذون اللقطة، كانت اللقطة مسرحية يعني تبدأ الكاميرا بمشهد متكامل كامل وبلقطة واحدة ممكن يقربها زوم يعني بالتراك او ممكن هذا، لكن هي ما تنقطع ما كان اكو شيء اسمه تقطيع، فلذلك كان 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 يعني بروفات 19 يوم يوم يلا يمكن يصورون حتى العملية تتم بذكاء وبحنكة وبما اتى المونتاج صورهم خلال ساعة او ساعتين لكل اللقطات اللونج شوت والميديوم شوت وال كلوز اب شوت، ومن ثم يعني استطاع ان يكمل المشاهد بلقطات يعزله في مكان اخر يبدو انه من ضمن اللوكيشن او من ضمن موقع التصوير الموجود مع الكومبارس اللي هاو هذا يسمونه الاتموسفير، يعني الجو النفسي العام، انت شلون انت تخلق الجو النفسي العام من خلال الكومبارس، اكسسوارات حركه اخرى للمونتير والى صانع الفيلم باختيار اللقطات الذكيه كي تبدو ضمن السيكوينس صحيحه. هذا الموضوع حقيقة موضوع طويل ويعني قد يكون شائك للبعض، قد يكون غير مفهوم لغير متخصص، وانتم بعدكم في بداية طريقكم بالمرحلة الثانية، لكن ارجع واقول يكون سهل جدا اذا انت صورت، لذلك انا اطلب من كل طالب انه يصور لي فيلم في موبايله الان، وهي فرصة بطول دقيقة ويمنتج ايضا في موبايله، ونعرضها كل هاي الافلام نهاية الفصل ان شاء الله للطلبة، ونشوف احنا ماذا انجزنا، ماذا حققنا، هل تنطبق نظريات المونتاج على احد الافلام، هل كان هناك مونتاج متوازي بارالل اكشن مثلا، او كان مثلا هذا المونتاج متتابع الكلاسيك تقليدي لقطه بعد لقطه، كيف انه انت استعاريت سويت استعاره رمزيه في فيلمك، شلون انت استطعت ان توظف بعض العناصر الفيلميه لتحقق نظريه من نظريات المونتاج السينمائي. اشكر طلابي واحبائي واعزائي من خواتي واخواني الطلبه، أشكرهم لمتابعتهم حول نظريات المونتاج، آملاً أن نستمر وياكم بمحاضرات إن شاء الله لاحقة حول مفهوم المونتاج ونظريات المونتاج وما تقول له هذه النظريات من عالم وبحر واسع وشاسع في عالم السينما وعالم الإنتاج السينمائي والصناعة السينمائية. شكرا جزيلا لكل من شاهد هذه الحلقة سواء من طلابي أو من غير طلابي، اللي احنا راح نضطر نعرضها على اليوتيوب حتى يكونون المشاهدين يعني بمتناولهم ويتعاطون مع هذا الفيلم، وطلابي أيضا، لأن كما تعلمون أنا حرص أن أقوم بفيديو خاص يليق ومستوى كليتنا، كلية الفنون الجميلة، هذه الكلية العريقة العملاقة ومنتجاتها، يليق بقسمنا السينمائي اللي خرج كبار المخرجين العمالقة وأساتذة عمالقة كالمخرج المرحوم جعفر علي أو دكتور صباح الموسوي أو دكتور عباس سيلا، وكثيرين هم من تخرجوا من هذا القسم، لنحافظ على منظومة القسم وتقاليدها وما توصلت إليه، فسويت لكم هذا الفيلم اللي أتمنى أنه إن شاء الله يكون ضمن المستوى وضمن الحديث اللي تناولناه حول نظريات المونتاج. شكرا جزيلا لكم، وأملي أن ألتقيكم مرة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الأستاذ الدكتور عبد الباسط سلمان.